خدنا ايزر اور، وزي ما قلت لكم الفيديو ده ان ايزر اور هي هيها ايزر نو، بس ايزر بتبقى مثبت بتختار بين اثنين. نايزر بتيجي فعلا قلنا شوف لا ولا ده ولا ده، ولا الازرق ولا الابيض ولا ابيض ولا اسود، ليس هذا الشيء ولا شيء اخر. انا عاوز، انا ولا عاوز مكرونه ولا عاوز رز، انا ولا عاوز فراخ ولا عاوز لحمه، مش عارف. نايزر بتيجي في النفي. لو لاحظت هي نفس الكتابه ايزر اور، هنا زودت الان، هنا زودت الان عشان ما حدش لخبط في السبيلنج. يبقى نايزر لاحظنا ايزر اجتنا هنا ده مع ده، كنا بنقول ايزر فاعل اول اور فاعل ثاني، فاعل يتبع الفاعل الثاني، قصدي فاعل فاعل يتبع الفاعل الثاني فقط. طب ما هو نفس الكلام، طب ما هو نايزر اهو، نايزر ولا نايزر ماي فاذر ولا بابا، نور ماي ماذر ولا امي ولا بابا ولا ماما. ينفع اقول ار؟ لا. طب ليه؟ علشان هنا في مين؟ ماي ماذر. يبقى اس ولا بابا ولا ماما بيكونوا تيتشرز مدرسين او هابي فادر. طب شوف بقى لو قلت هنا ماذر، طيب هقول لك جمله ثانيه. نايزر علي الجمله اللي فاتت، نور هيز فريندز ولا علي ولا اصحابه. ايه ده فريندز جامع از ولا ار حبيب. هنا بقى اخد مين؟ طب ليه؟ لان نايزر بتتبع هي وايزر الفعل الثاني اللي هو مين؟ فريندز. طب انا هجيب هنا علي، هنا فريندز خلاص ما عادش ليه دعوه فريندز خلاص، انا ليا بمين؟ بعلي. فالاجابه هتبقى بمين؟ هز. نايزر ولا ذا كوتش المدرب، نور ذا بلايرز اللعيبه، يبقى ولا المدرب ولا اللعيبه. طب لما بدلها نايزر ذا بلايرز نور ذا كوتش، يبقى هز. يبقى انا ببص على الفاعل مين؟ التاني. نفس الجملة اللي احنا خدناها، Do you want to wear، هل تريد ترتدي the blue jacket or the green one؟ عاوز تلبس الجاكيت الأزرق ولا الأخضر؟ فبقول نايزر جاكيت ولا جاكيت is good. أنا مش عاوز ولا واحد، الاثنين مش هنجيب. التانية كانت معناها الاثنين كويسين، دي معناها الاثنين مش هنجيب. بقول له أنت عاوز جاكيت الأزرق ولا جاكيت الأخضر؟ ايزر جاكيت از جود، يعني الاثنين كويسين، لكن نايزر جاكيت از جود ولا واحد من الاثنين كويس. نايزر جاي بعدها اسم مفرد، فعل مفرد. ايزر ونايزر زي بعض فعل مفرد الا في حاله واحده، لما يجي لك نايزر نور او ايزر اور، نايزر اور او نايزر نور. تعال لما يجي لك اور ونور، لا لازم ابص على ده مفرد، يبقى هجيب مفرد. جمع يبقى هجيب جمع. شكرا. نفس الكلام كنا بنقول ايزر اوف بيجي بعدها جمع، بس برضه مفرد بدري. نفس الكلام نايزر اوف او نايزر اوف ولا نايزر اوف ذا جيرلز، ولا بنت من البنات، ولا بنت من البنات از كليفر. نايزر اوف ذا جيرلز ويرز جيرلز، ولا بنت من البنات لابسه بنطلون جينز ويرز. فعل مفرد، فعل مفرد. خدوا بالكم الحته دي. يبقى انا معايا قاعدتين باخدوا مفرد. بص خلاص عرفنا ان هي دايما جامع، بص دايما جامع. اما ايزر ونايزر قبل مالك، ايزر ونايزر دايما مفرد، ايزر ونايزر دايما مفرد، الا اذا جالي اور او نور. ببص على الفعل التاني، ببص على الفعل ايه؟ التاني. شوف الجملة دي، I have neither time nor money، أنا ولا عندي وقت ولا عندي فلوس، عاوز أستخدم أيزر. أنا جبت هنا مين؟ نايزر نو، هتنفي ده بس، بدل I have I don't have. ها يبقى بيقول لك إن نايزر بتساوي إيه؟ not أيزر. جبت don't وأيزر، I don't have either time or money، أنا ولا عندي فلوس ولا عندي وقت.
هنا جبت نايزر نور، هنا جبت ايزر اور، بس نفيتها دونت او ايه او دازنت.